إذا فرض علينا الأمر الواقع وتمت الانتخابات وفاز من فاز، ما على الشعب فعله بعد ذلك؟ الثورة المسلحة. لكن فرضوا، لكن وصلوا وين فرض عليهم؟ لكن الشعب حاب يتحرر، هي ذا سلاح. لكن تجيب لي رئيس فوتت عليه انت في البيرو وحطيته، ديجا هذا اقصى درجة. يا تقبل انتخابات اذا كان فيها ديجا اصلا انتخابات. هذه الحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. حنا التعليمات نتاعنا اي مكتب انتخاباتي تفتح شعلوا فيه النار، ماشي بالهضرة حرقوه، وما مدرسة حرقوها، واللي تسمعوا بها راح ينخدم في الانتخابات قطعوه. بس كاين وقت وين ما كانش، يا تعيش يا تموت. جابوا ميساج كلير، يا تعيش يا تموت. دوك الناس يقول لك دو عايشين في الخارج ويحوسوا على اولادنا حنا يموتوا، اولادكم قاعدين يموتوا درك قدامك، عايش في الخارج وعايش بيان في الخارج الحمد لله. بصح جزائري، جزائري والنار شاعله فيا عليك انت وعلى